خبر محزن جدا عن الفنانة المصرية عبلة كامل منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرتها والنجوم عليها. الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل كثيرا ما تكون سيئة الحظ فيما ينشر عنها من أخبار، ربما يعود هذا إلى انقطاع علاقتها بالصحافة وانعزالها حتى عن الوسط الفني الذي تنتمي إليه، الأمر الذي يجعلها في بعض الأحيان عرضة للشائعات. قليلون من تتواصل معهم الفنانة الكبيرة عبلة كامل التي يعرف عنها ندرة الظهور والتركيز فقط في أعمالها التي جعلتها صاحبة مكانة خاصة جدا في تاريخ الفن المصري. آخر ما نشر عن الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل كان خبر إصابتها بالسرطان وإنها في مرحلة متأخرة منه. كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المصرية عبلة كامل منذ قليل تفاصيل تعرض الفنانة لوعكة صحية شديدة، وذلك إثر إصابتها بمرض السرطان، حيث تكتمت وأسرتها على الخبر طوال الفترة الماضية رافضين الكشف عن سر اختفائها عن الساحة الفنية، وذلك بحسب ما ذكره موقع القاهرة 24 الإخباري. وبحسب مصدر مقرب جدا منها فإن عبلة كامل تصارع مرض السرطان الخبيث في مراحله الأخيرة، حيث لم تشأ أن تفضى عن ألامها إلا في محيط أسرتها، لكنها تصارح هذا المرض اللعين بقوة مستعينة بإيمانها بالله، محتفظة بابتسامتها حتى لا يتألم من حولها، وهو ما أحزن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم. المصدر نفسه أكد إنها تتماسك بالدعاء إلى الله والمواظبة على العلاج، وتسعد كثيرا بتجمع بناتها حولها، فيما أكد الفريق الطبي المعالج للنجمة إنها بطلة وقوية في مواجهة المرض الخبيث رغم دخوله في مرحلة صعبة جدا ومتقدمة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقلقا في أوساط جمهورها ومحبيها. لكن سرعان ما نفى أحمد كمال زوجها السابق الخبر وأكد إنه شائعة لا أساس لها من الصحة. وكتب زوجها السابق أحمد كمال عبر صفحته بفيسبوك: الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة. الخبر نفاه أيضا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد أن تواصل هاتفيا مع أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، ونفى له ما تردد عن إصابة الفنانة الكبيرة بالسرطان، وأكد له أن الفنانة الكبيرة عبلة كامل بصحة جيدة. كما نفى الخبر أيضا الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين أن الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة ولا تعاني من أي أزمات صحية كما تردد مؤخرا. وكتب إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الست عبلة كامل بخير، ونرجو عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة، وهي زي الفل وبصحة جيدة والحمد لله. ووجهت الفنانة عبلة كامل رسالة عاجلة لعشاقها ومحب فنها وكذلك كل من ينتحل شخصيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة مروجي شائعات إصابتها بمرض السرطان. أكدت فيها إنها بخير وفي أحسن صحة وعافية، ولا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الحساب المنسوب إلى ابنتها فبرك. واختارت الفنانة عبلة كامل السيناريست بلال فضل أكثر الكتاب قربا إليها، ينقل رسالتها عبر حسابه بموقع الفيسبوك. وقال بلال: الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني أوصل الرسالة دي لعلها توصل لأي حد،
بينشر إشاعات عن حياتها وصحتها. عيب والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده، هتتقيه وهتخاف منه امتى؟ وتابع ناقلا رسالة عبلة كاملة، وإيه اللي هيستفيده إنسان منه هو يجلك حياة الناس بكلام كذب بيدعي إنه بينشره لأنه محب أو معجب. أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيها وراضية عنها، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا، ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا بتابع السوشيال ميديا، ولا بنشر عليها اي شيء من اي نوع، ولا مهتمة. واتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليها، والحساب اللي عامله واحد او واحدة بتدعي ان هي بنتي ملوش اي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب. واضافت الفنانة المصرية عبلة كامل على لسان الكاتب بلال فضل، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن اني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافتراء، والحمد لله انا في احسن صحة وعافية، وبشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم ليا، وبحمد ربنا عليهم، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم. واختتم بلال فضل منشوره برجاء ان تتم مشاركة رسالة عبلة كاملة حتى تصل الى كل محبيها، واضاف اتمنى اللي يشوف الرسالة دي ويشوف بعدها كلام منسوب للاستاذة عبلة كاملة يعمل ريبورت للحساب اللي بينشر الكلام ويساهم في قفله. وشكرا جزيلا لحضراتكم. ومن اشهر الشائعات التي طالت الفنانة الكبيرة عبلة كامل ايضا كانت شائعة اعتزالها الفن لاسباب دينية، وهو ما خرج لينفيه زوجها السابق احمد كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الاعلامي وائل الابراشي في شهر سبتمبر الماضي. وقال احمد كمال في تلك المداخلة ان الفنانة عبلة كامل قررت فقط تأجيل اعمالها لحين زوال وباء كورونا، ومن جملة ما نفاه ان ليس لها ابن اسمها نور، وان ابناء الفنانة عبلة كامل لم يذكروا يوما ان والدتهم فنانة، وليس لهم اي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وعن اعتزالها الفن لسبب ديني. قال احمد كمال وقتها كلام فارغ، وعبلة كامل ترتدي الحجاب منذ 20 عاما، والحجاب اصبح جزءا من ملابسها، ومن المنتظر عودتها الى الشاشة بدور قوي بداية من العام المقبل. ونشر الفنان الكويتي داود حسين صورة للفنانة عبلة كامل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستغرام ليشيد بموهبتها وشخصيتها الإنسانية. وكتب الفنان داود حسين: عندما تجتمع الحشمة والثقة والتلقائية والجمال، عندي قناعة شخصية أن الفنانة المتميزة عبلة كامل ظاهرة فنية لم تتكرر في التمثيل، رائعة على المستوى الفني وأروع على المستوى الإنساني وفي غاية الجمال. شكرا على كل لحظة تسعدينا وتبهرينا بأدائك الراقي.